بنقول احنا في عصر اتكلم واطلب، واعرف ان الدولة المصرية النهاردة بيتم بنائها. الرئيس خد قرار وقال لازم يبني، احنا عايزين نساعده ان هو يبني البلد. كلمة النهاردة وفي الوقت اللي جاي وفي اي وقت هي للشعب، هي للناس. اي احتياج، اي موضوع من وجهة نظرك انت حابب انك انت توصله للقيادة السياسية يوصل في المؤتمرات زي دي. نظرة للناس اللي هم معوقين بصريا بالذات بالعين الواحدة بيعتبر بيبقى فيه تعنت زيادة شوية، فبيقولوا يعني ان عين سليمة لا يبقى يعني الكرنيه بيتأخر شوية ومش عايزين يخرجوه. يعني احنا كل واحد فينا كان عمال يكتب كل واحد في ملفاته علشان ناخد ده ونمشي فيه بمسارين، في طريقين، في شارعين. الشارع الاولاني وهو اللي مجمعنا النهارده الحوار الوطني، اننا نرفع ملفات كبيره، كل ملف، ملف المعاشات، ملف المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصه، ملف المشاركه السياسيه، ملف الصحه، ملف التعليم، دي اسمها ملفات بنطرحها في كل محور من محاور الحوار الوطني الاربعه. دور النائب اللي بينفذ بيه كل مصالح اهله وناسه والمجتمع المصري بحاله من خلال شويه ادوات برلمانيه. كل واحد فينا ليه سلطه انه يقدم المشاكل دي في اداه برلمانيه، فدول المسارين اللي احنا هنحل معاكم فيهم.